تدرس إسرائيل إمكانية تقليص عدد جنود الاحتياط الذين تم تجنيدهم بعد 7 أكتوبر لأسباب اقتصادية وأخرى أمنية. وبحسب تقارير محلية فإن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب تغيب الجنود عن بيوتهم وأماكن عملهم وهي من بين الأسباب التي دفعت إلى التفكير بتسريح جزء منهم. وكانت إسرائيل قد جندت مئات الآلاف من الجنود الاحتياط وترك ذلك الاقتصاد ينزف ويتكبد خسائر كبيرة منذ بدء الحرب بسبب التكلفة وتعطل سوق العمل في مجالات عدة. اكتتابات خاصة لمستثمرين محددين وتكاليف اقتراض مرتفعة. صحيفة فاينانشال تايمز تكشف أن صفقات عقدتها إسرائيل لتمويل حربها على غزة. لتمويل حربها على غزة اقترضت إسرائيل أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأسابيع الماضية عبر صفقات تم التفاوض عليها سرا وفق ما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وتشمل هذه الأموال 5.1 مليار دولار حصلت عليها تل أبيب من خلال 3 عمليات إصدار سندات جديدة و6 زيادات لقيمة سندات حالية مقاومة بالدولار واليورو، بالإضافة إلى تبرعات من كيان أمريكي تقدر قيمتها بأكثر من 1 مليار دولار. ومن بين 2 من السندات الدولارية الصادرة في نوفمبر الجاري ستدفع إسرائيل عوائد بنسبة 6.25% و6.5% على السندات لأجل 4 و8 سنوات، وتلك عوائد أكبر من السندات الأمريكية القياسية. وطرحت هذه السندات وفق الصحيفة البريطانية في اكتتابات خاصة وبسرعة حتى لا تثير انتباه غير مرغوب فيه كقلق المستثمرين من شراء الديون الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر. ووفق فاينانشال تايمز ينظر إلى هذه السندات على أنها مثيرة للجدل في بعض أرجاء سوق الدين، كما يرى آخرون أن جمع هذه الأموال يمثل أمرا بغيضا نظرا للكلفة الإنسانية الناجمة عن غزو إسرائيل لغزة.